فقرتنا الموالية بالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. يكون بحثنا شوي آخر الأستاذ معاذ العبيدي في اسأل الرئيس. مرحبا بك أستاذ معز العبيدي. فقرتنا اسأل الرئيس سي مهدي جمعة هي فقرة بالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وتعنى بالأساس بالصلاحيات الاقتصادية لرئيس الجمهورية. تفضل سي معز. شكرا عسامة سي مهدي. السؤال اليوم أنه في تونس احنا في حاجة إلى أسلحات، والشيء اللي قاعدين نشوفه فيه أنه الأسلحات ماهيش قاعدة تقدم، لأنه فما مشكل نتاع عدم ثقة ما بين الناس اللي تحكم والمواطن وأصحاب المؤسسات. معناها الدخول لقصر كارتاج معناها نجاحه يكون في دخول في قلوب التوانسة. علاش الوضعية مش قاعدة تتقدم؟ فما زوز عوامل، فما دو تيكي دونتخي اللي هما ضروري باش المواطن يتقبل الإصلاحات. التيكي الأول هو يكون رئيس الجمهورية قادر على فرض احترام القانون. والتكي الثاني هو أنه فاتورة التضحيات تكون معناها عادلة ما بين المواطن وما بين الحاكم وما بين المواطن. عندي زوج سؤالات، السؤال الأول هو على كما نقولوا على فرض احترام القانون، والثاني على فاتورة التضحية. بالنسبة لفرض احترام القانون، الشيء اللي لاحظوه إذا ناخذوا قطاع كما قطاع الفوسفات، اليوم معنا أكثر من 8 سنوات والقطاع ما زال قطاع منكوب، والنتائج متاعه ما زالت بعيدة على 2010. فما برشا ناس يقول لك أنه علاش ما يكونش فما حل أمني للفوسفات ونجموا نستعملوا الجيش، وهذا ماهيش متنجمش تكون بدعة تونسية، لأنه في الخليج المنشآت البترول يحمي فيها الجيش، في الجزائر منشآت الغاز يحمي فيها الجيش، في أوروبا في فرنسا مثلا النوكليير معنا النووي يحمي فيها الجيش. ينجمش يكون معناها سي مهدي جمعة يمشي في مبادرة تشريعية باش المنشآت استراتيجية يكون يحميها الجيش. هذا السؤال. الجيش يحمي المنشآت، ولهنا نحكي أنت جبت برشا حاجات قبل كل شيء تحكي على الإصلاحات المؤلمة. أنا أقول مش ما عملناش الإصلاحات، زدنا دهورنا الوضع وهبطناه في منحدر. أنا نعتقد الإصلاحات عمرها ما هي مؤلمة، المؤلم هو الوضعية اللي وصلنا لها اليوم. ما عملناش الإصلاحات، شوف وضعية المواطن، شوف وضعية صحته، شوف تربيته، ما عادش مكفي في كرشه، الناس بطالة، وين نمشي في كل بقعة؟ ناس قارية ولا مش قارية بطالة، ناس ولات تجري ما تلحق على ماكلة النهار، الصحة بكري، مرأة في بنزرت طلبتني في حاجة واحدة، قالت لي بجاه ربي خلي يعاودوا يرجعونا الدواء، أنا مرأة مريضة يرجعوا، شفت النتيجة متاع الإصلاحات هي الآلام الكبيرة. ما نعملوش الإصلاحات. أنا بالنسبة لي الإصلاحات ما هيش مؤلمة بالكل، الإصلاحات هي اللي تخليك باش تقدم، بقينا في طريقة يزم تكون عندك. وبالنسبة للسؤال أوجدك سي مهدي جمعة، مهم هذه مهم، بقينا عندك رؤية الإصلاحات ولا قادر تتفاوض، قادر تلم عليها الأطراف الاجتماعية باش نتفقوا عليها، باش ما تكونش مؤلمة للفئات الضعيفة والناس المتضررة، لأنه أي تغيير العباد باش توهق منه. هذا مهم في طريقة التسيير، في طريقة الإصلاحات. وأنا أقول لكم حاجة، الفترة الجاية إذا كان من نهار الأول ما نقوموش بالإصلاحات وما نتفقوش، مش كان برلمان وحكومة ورئيس جمهورية باتفاق زادة مع المنظمات اللي هي معنية كيف الحكومة وكيف رئيس الدولة وكيف البرلمان، ما نتفقوش باش نبداو من نهار الأول باش نصلحوا ونشوفوا كيفاش نعالجوا السلبيات نتاعه، خاصة مع الطبقات الضعيفة. أنا نقول لك ما عندنا حتى حل آخر إلا هذاك. نرجع لك للفوسفات. نرجع لك للفوسفات. شوف يظهر لي اتخذ القرار لطرف رئيس الجمهورية. نقول لكم اليوم هذه كانت الحالة في السنوات الأولى بتاع الفوسفات، كانت قضية أمنية بامتياز وممكن قضية أمنية وسياسية. اليوم ما عادش هذه القضية، راهو ننساو احنا ما نتغيروش. اليوم عندك شركة 8 سنوات ما جابتش كوادر جديدة، ما عملت الصيانة، ما استثمرتش، ضيعت الكليونات نتاعها، تجهيزاتها قديمة، كيفاش تحبها ترجع؟ أنا نسمع يقول لك رجع الفوسفات إلى لا لا، الفوسفات كنا ننجو في 8 مليون 2010،
في 2013 وقت اللي خديت وزاره الصناعه ننشوا في 2 مليون، وقت اللي خرجنا في 2014 خليناها 4 مليون وعمرنا ما تجاوزنا، لانه القضيه الحقيقيه مش غادي. بخلاف هذا الكل الجيش شوية. يحرس ولا لا؟ الجيش وقت اللي تبدا مصالح حيويه للبلاد الجيش يدخل بطبيعه الحال. موجود الاحتقال الاجتماعي مازال موجود، هذه النتائج تحكي عليها وصحيح هذه نتائج، السبب مازال موجود. لسبب هذا هل تشوف حل تدخل الجيش ولا ماهوش؟ يعني باش نجاوبك بكل وضوح، اما ما نغلطوش في التوصيف. انت عندك معامل ليزيكيبمون ماهمش مصانين وماش عندك وين تبيع وباش تهبط الجيش، باش يحل لك مشكل. لا مش هذاك باش يحل لك مشكل، وقت اللي تطرح القضيه الامنيه ويولي يعني المصالح الحيويه نتاع الدوله بطبيعه الحال يلزم نوقفوا الفوضى وندخلوا القانون وندخلوا القوى. اما ما نغلطوش في الفوسفات خاصه يعني نسمع في تدخل الجيش يعني الوضعيه الحاليه هي اصلاحها وضعيه امنيه بالنسبه لي. وضعيه امنيه يعني وضعيه نخليو تلقى 10 من الناس يسكروا سكه، تلقى 15 عاطل عن عمل يسكر سيت. هذا مش مقبول ولكن يلزم معادله اجتماعيه. قلت لك وقت اللي فما مصالح حيويه تتهدد تتعامل معاهم بسلطان القانون، ما فما حتى شيء اخر. انت بكري جبت لي على حاله وقلت لي على معناها الجرايات، هذاك هو القانون. وانا يظهر لي الفتره هذه باش نبداو واضحين راهو يلزمها تكون من ناحيه القانون فتره تطبيق القانون على الرئيس وعلى المرؤوس ونوقفوا الفوضى. سؤالك الجانب الثاني هو الثقه. فما قناعة في المجتمع أنه المواطن وصاحب المؤسسة اللي يحترم القانون ما ينجمش ينخرط في معنى كما نقولوا في إصلاح وقت اللي يشوف التضحية ماهيش عادلة، الفاتورة ماهيش عادلة. معنى المواطن يرى أنه قطار التضحية يزم يطلع من كارتاج ويتعدى الباردو ويتعدى القصبة وقت المواطن يركب فيه ويضحي. أنا باش نسألك على صناديق الاجتماعية مثلا، فما حالة الحقيقة المواطن ما نجمش يقبلها، هي أنه كيف نشوفوا أنه الوزير الروتريت متاعه معناها 7.5 سنين وناخو البلافون تاع الروتريت، ونجيو للمواطن في الوظيفة العمومية قرابات 40 سنة. دونك كيف ما نجمش تقنع المواطن تقول له إجا نصلحوا صناديق الاجتماعية وقت اللي تشوف أنه معنا فما نظام تفاضلي بالنسبة للوزير والكاتب الدولة والنائب في البرلمان والمواطن تقع 40 عام باش ياخذ البلافون. أنا موافقك 100% في هذا، وممكن باش نعطيك سكوب. أنا كيف عديت أكثر من سنتين يعني في السلطة، ومن سنتين تولي عندك الحق في التقاعد، فما خذيتش التقاعد ورفضت التقاعد رغم اللي كل مرة الإدارة تعاود ترسلني، لاني اعتبرها اخلاقيا ولو هو حقي قانونيا اخلاقيا مانيش قادر في عامين ناخذ قد ما تاخذ الوالده اليوم جرايه من تاع الوالد المرحوم اللي عدى تقريبا 35 او 38 سنه. هذا وانت اليوم مسؤول على شخصك، لو تكون رئيس جمهوريه ومسؤول على الشعب التونسي بطريقه او باخرى نستناو منك مبادره تشريعيه مثلا في المنحة هذا ولا لا؟ او باش تكتفي بانك ترفض انت التقاعد في شخصك؟ لا القانون هذا اليوم مانيش في موقع تشريعي. سامحني القانون هذا راهو اذا يتبدل ماهوش باش يحل مشكل صناديق، لانه ماهوش حاجه كبيره، ولكن فما في دانونس بوزيتيف باش نقبلوا الاصلاحات. هو في رمزيته سي معز بالحق عنده الحق، اذا كانت تحب ترجع الثقه فما حاجات رمزيه، ولو كما عملنا وقت اللي في 2014 وقت اللي خصمت 10% من جرايات كل وزراء ومن جرايتي، هي رمزيه باش نقولوا راهو الناس كل لازمها تضحي. السؤال الاخير هو عاد شو برشا وقت سي معز، بدنا نعرفوا نظره مهدي جمعه لتونس في عام 2040 و2050. اذا نشوفوا اليوم انت معناها 5 سنوات بالنسبه لي، الخمسه سنوات شنو هما الياجورات اللي باش تحطهم باش تونس في عام 2040 و2050 نلقاوها كما نقولوا في وضعيه جيده؟ لانه الشيء اللي قاعدين نشوفوه اذا ما يتبدل حتى شيء، نشوفوا انه شوماج نتاع لي ديبلومي شيء كبير قاعد يطلع، نشوفوا انه التلوث البيئي معناه انه بعض الشتوت اللي كونداني، نشوفوا بانه معناه كيما نقولوا لو ستريس ادريك نتاع ندره المياه قاعد غدوه ينجم يطلع اسعار المواد الغذائيه، وبالتالي ممكن الفلاح يبدل يولي ينحي معناه بعض هذا الزراعات ويمشي مثلا للزيتون. ونشوفوا اليوم زاد فينومين نتاع ديزاندستريزاسيون، معناه بعض المؤسسات تفضل أن يتغادر القطاع الصناعي وتمشي باش كما نقولوا القطاع التجارة والتسونامي تاع الفرنشيز. وهذا آخر سؤال سي معز، تفضل اقعد بحذينا باش نسمع. شوف إذا كان الخمس سنوات هذه مش وخرنا فيها، الخمس سنوات هذه
وخرنا فيها، العالم قاعد يقدم واحنا ورطنا جيل كامل. 30 ألف مليار مديونية ما فيهم حتى شيء للاستثمار باش نرقاو رواحنا في الورطة هذه. إذا كان الخمس سنوات الجاية ما نقوموش بالإصلاحات وما تكونش عندنا نظرة بعيدة، لأن نشوف تونس كي تشوف موقعها وتشوف مكتسباتها وتشوف تاريخها، تونس يلزم يكون بلد منفتح مزدهر فيه تحرير المبادرة، ولكن يقعد زاد كيف كيف بلد فيه التضامن، فيه قوة القانون، سلطة القانون، فيه الحريات، فيه حرية الإبداع، حرية المبادرة، ولكن واجب التضامن. هذا إذا كان الخمس سنوات هذه راهو ما نقوموش، مش رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية يلزم يدبك. قلت لهم قرطاج ماهيش مكان للفسحة ولا للراحة، يلزم يدبك، يلزم يدور البلاد بقعة بقعة باش يتواصل بالناس وباش يرجع لهم الثقة وباش يسمعهم، ويلزموا في كل بقعة ياخذ طيارة في أي مكان. في الصين فما فرصة نتاع استثمار، فما فرصة نتاع تعاون، فما فرصة نتاع تكنولوجيا. أنا تعرف مناش خايف من غير ما يتداخل، من غير ما يتداخل مع سلطات رئيس الحكومة، ما فما حتى تداخل، يخدموا نفس الدولة، وكل انسان عنده حاجه نجم يجيبها للبلاد يجم يجيبها للبلاد. ماناش في عركه، احنا عندنا ازمه، انا سيرت ازمات والكاريير نتاعي كلها ازمات. اول بلاد تزورها مهدي جمعه شنو باش تقول؟ خلينا نكمل نجاوبوا لانه قضيه مهمه ونجاوبك من بعد. شوف بالنسبه لي انا واضح يلزم الناس كل تدبك المره هذه، نحلوا البلاد، نقصوا القوانين، نحيوها الرخص، ردوا اداره ناجعه، ونعملوا الاصلاحات اللازمه باش نجموا نعاودوا ندور العجله. راهي قادرين نجيبوا الاستثمارات، نجيبوا التمويل، نحبوا شبابنا زاد كيف كيف في اطار الاتحاد الاوروبي وفي اطار الاليكا، نحبوا نتفاوضوا معاهم، عاش نحبوهم يحرقوا، عاش نحبوهم يموتوا في البحر، ما يشدوش في الشموسات باش ياخذوا فيزا، بالعكس التفاوض، نحبوا نحلوا مراكز البحث، نحبوا ناهلوا مؤسساتنا. اصلاحات كبيره، اصلاحات كبيره في التعليم، الاصلاحات في الصحه، في اذا كان في التعليم ما قمناش بالاصلاحات، في الاداره ما قمناش بالاصلاحات، في المؤسسات العموميه والخاصه اللي لازمها كل تولي تنافسيه وناجعه، ناخذوا ثقه في رواحنا باش نجموا نحلوا نفتحوا اسواق. وذاك علاش الرئيس عنده دور كبير، لانه الدبلوماسيه ماهيش دبلوماسيه بروتوكولات، هي دبلوماسيه سياسيه جيوبوليتيك، هي دبلوماسيه اقتصاديه ماليه استثماريه. الصين ماهيش بعيده، امريكا ماهيش بعيده، اوروبا مش بعيده. شكرا. واول بلاد نزورها هي الجزائر، هذه تقليد الدبلوماسيه التونسيه. اول بلاد تجيب منها الفلوس، اول بلاد نجيب منها الفلوس. احنا ما نجيبوش الفلوس، احنا نجلبوا الاستثمار. واول بلاد الاستثمار منين باش يجي؟ من تونس؟ لا، يجيك من كل بقعه، يجيك من كل بقعه اذا كانت هي الظروف. نعطيك حاجه، انا شفت بكري في السي في نتاعي، عشت في برشا اماكن وسيرت في برشا اماكن، فما فلوس نتاع استثمار اكثر من فرص استثماريه. كان نخدموا خدمتنا ماناش باش نصدق علينا حتى واحد، ماناش نطلبوا من حتى واحد، ردوها هذه وجهه نتاع استثمار. شكرا لك استاذ معز العبيدي، وكانت هذه فقره بالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.